السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل، وغادي نتكلموا على ملف جديد، صراع خافي بين فوزي لقجع وهذا المشرف. هذا المشرف راه لا يشكون يجي رئيس، راه تاع الضغط، تاع الضغط كبير. انتم كيفاش بيديروا بلي هو اللي راه يجري الملفات تاع الاخرى؟ يتشكلوا، ما بلي غير يتشكلوا. هذاك كيسموه هذاك الملف هذاك تاع اللعاب، هذاك اللي يلعب صاحب بوعناني، هذاك انا غير تبريكولو على بالكم. الناس يجري يوم خايفين، شكون اللي يجيهم؟ خايفين من الحاج محمد راو راو، وخايفين من الوالد صادي، هذو غادي يطلعوا بالكرطاب لك حلا، وخايفين كرطاب لك حل نتحلى. هذو ما على بالهمش شكون اللي راه في الوزاره اللي راه يامر. حبك بلي ما على بالهمش، هذو ما على بالهم شكون اللي راه في الوزاره راه يامر. والله ما على بالهم، على بالك راهم من برا، راهم اللي يجيب يرقب تكلم فيه السبعه صفعات، ولي ما على بالهم شكون، ما على بالهمش. هذو اللصوص اللي كانوا في كره القدم الجزائري ما على بالهم شكون اللي راه يامر. راه كاين وزير بصح ما على بالهم شكون اللي راه يامر، ما على بالهمش. الكارطه البيضاء جاي عند الرجاله، هذيك دبر راسك. بعد يخرج يقول لك المشرف راه في صراع خافي مع اللقجع. شكون هذو كاع؟ كانوا اللصوص كاع كانوا يخدموا اللقجع، مستعرب بها، كان قاضبهم كاع قاضبهم من الوزنين، كاع داير لهم عود كي الزيتونه. انا نقول لكم اللقجع هذو العصابه هذو لازم، علاه نقولوا باللي لازم يروحوا هذو اللصوص هذو؟ اللقجع مستعرب به، صابهم لصوص، صابهم تاع وشايه. انا نقول لك صابهم تاع ماده وتاع لي زافير، ولا يخدم معاهم لي زافير. مستعرب به كيما كان داير الحاج محمد راو راو. من وصل للقاهره جاه تيليفون قالوا له بدل لوتيل، هم دايرين له في صوالح 2009، بدل لوتيل. الحاج محمد كيما هكا لقجع فانيك تلميذ وخدامو يبغي بلاده، لقجع خدامو يبغي بلاده. كي صاب ناس يعني خونه، كيما انت خونه، هذو كاع خونه. هذو 2017 ما تعقلوش كي ولاو يديروا، تاخروا 2017 واو لله. خرجتوا اليوم تيجي يقول لك باللي امنني، قال لك المشرف راه في صراع خافي مع اللقجع. غير صراع خافي، كان لا صراع خافي لا والو. لقجع ويبغي يدي اللعاب يديه، باباه مغربي ومو جزائريه. وان كشفت مصادر مقربه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ان هذا المشرف متواجد في فتره حاليه يعني بفرنسا من اجل حسب ملفات متعلقه بالمنتخب الجزائري. يا ودي والله ما كان منها، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما على بالو بها، وين راهي حاطه قد لي زافير تاوعها. انا نقول لكم والله ما على بالو بها، وراهي كاينه ولا مكاش. انا نقول لكم كيفاش، كاش قال يجي غلطكم. وذكرت مصادر قال لك بان هذا المشرف اجتمع مؤخرا برئيس الفاف السابق جايز فيزا بالجزائر من اجل فتح ملف لاعبي مزدوجي الجنسيه، ويتعلق الامر بكل من امين قويري وياسر العروسي ورايان شرقي. اقسم لكم بالله العلي العظيم رايان شرقي خرج باسبور تاعو، الوثائق تاع العروسي والله لا وصلوا لا راهم هنايا. يعني نقول لكم والله العظيم يا ياسر العروسي الوثائق تاعو لا هنايا. ومشي نقول لك باللي منا والله لا، باباه فمو قالها لي، وزدت عندي مصادر موثوقه من الداخل. والله العظيم يا ياسر العروسي الوثائق تاعو، وياسر العروسي ويتا الوثائق تاعو كانوا واجدين ويتا مع عوار، مع آية النوري، مع عوار ومع آية النوري. هنا اللي بلوا عليه، ماشي مولي دبيش يبلع عليه، لا على بالنا شكون اللي بلوا عليه، على بالنا. وأمين قويري صايك شرقي خرج الباسبور تاعو، خرج راح هو وامه وخرجوا الباسبور. لي كي كشفتها ما طرتوش، هذاك صاحب المساحه الضيقه خرج ولا يقول لهم كيما كاع الناس عندهم باسبورات خضرين. لا معليش اهدر معليش اهدر
وقول كيما قلت لكم من قبل، قاع علمت هذوك الكرعين الجاج تاع كيما كنت قايل لكم من قبل، قاع تعلموا هذوك الكرعين الجاج قاع مين يديروا حاجه يقول كيما قلنا لكم من قبل. وذكرت مصادر ذاتها بان مسوس يتعرض لضغوطات كبيره من قبل الجامعه المغربيه لكره القدم لكي يكون مع المنتخب المغربي، ودخل رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسرعة قصوى من أجل استمادة اللعاب وإقناعه باللعب لصالح المنتخب المغربي. ناس هو لا يخدم، ناس تخدم، كاش الهضرة، هضرة قليلة، الهضرة قليلة عند الغاشي. انتوما تقصروا علينا، مدرب راه مدبر، يدخلوا في كل مدرب هم يقلعوا في الدلع، مدرب طفاو النار، قولوا لنا المدرب، لولا المدرب كانت النار ما طفاش، قولوا لنا كيما هكا. ولكاكم التقديس تاعكم هذا، كيما نهار محرز ما بانت صح دلوقت قال لك المدرب يمنع محرز، يحذر محرز للذهاب الى السعوديه، مي محرز راح للسعوديه قال لك هاك المدرب يعني قبل المحرز باش يروح للسعوديه. انا اللي راح فيكتور لك حل قال لك هاك نطلبوا من المدرب، طرد فيكتور لك حل قال له ما تجيش دور بيا خاطر روحت لقطر روحت الامارات يا ودي روح تلعبوا غادي. ونحلف على حاجه، انتقال تاع محرز للاهلي السعودي والله دورو ما كلاته، الوكاله تاع قطر والله دورو ما داتها، هذاك درام كبار ما داوش، ما يجبوش يدخلوا يدو ما يجبوش. هذا محرز راكم زي هذا محرز. وبلغت تحركات رئيس الجامعه المغربيه فوزي لقجع ما سامع، والوط يقول لك ما سامع المشرف الذي فتح ملف اللعاب امين مسوس، وسبق للمهاجم الرديف نادي ليل الفرنسي ان تواجد ضمن معسكرات المنتخب الاسود الاطلس قبل ان يغادر المنتخب المغربي ويعود لتمثيل المنتخب الفرنسي الاقل من 17 سنه، ويامل فوزي لقجع في قطع الطريق امام المنتخب حتى لا تصبر بموهبة اللاعب أمين مسوس المولود في مدينة ليون الفرنسية من أب مغربي وأم جزائرية. ويخشى الأخجع ألا يندم على ضياع الموهبة أمين مسوس تماما مثل ما حصل معه في ملف النجم إسماعيل بن ناصر الذي صار أحد أعمدة المنتخب الجزائري. يا ودي بن ناصر، بن ناصر كانوا رجالة استغلوه، أنت عندك رجالة دروك كاش، وهذو اللعابه اللي جبناهم هذا ابو عناني هذا الشايب هذو اللي نجيبو فيهم، حاسبي راهم نجيبو فيهم لهذا المدرب، مدرب هذا قاع يزيد معاكم 2024، هذا المشرف 2024 يروح، انا اقولكم أنا أقولكم هاذوما راكم حاسبينها سهلة ولا الدور سيزار هذيك سيزار هذيك سيزار هذيك راهم يهضرو عليها قالك دات 100 مليون من عند لعاب دات مليون من عند لعاب وخداخر ادوها ادوها سيزار ولا ما كيسموها ادو هذي بالك بالك هي تجيب لكم خدموا بها سيزار ديروها صحافية، أنا نقولكم تنجمو ديروها صحافية، غادي نبقى معاها زبيدة ساهلة ولا، يا ودي بلال ابراهيمي مسكي غادي يضحي بها شاك حسبتيه، هم واشم او بلال ابراهيمي غادي يضحو بيه، بلال ابراهيمي ماشي ياسي ابراهيمي، بلال ابراهيمي غادي يضحو بيه، انا نقول لكم عليها عاش بينا سهلة ولا غادي يجيبو له رقاد مسكين الله غالب التالي كاع. ما
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظنا ويحفظكم معنا. صحيتكم.